يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة برخصة الفطر في صيام رمضان في السفر، واليوم إن شاء الله نتم ببيان بعض المسائل المتبقية من أحكام هذه الآية الكريمة. الفطر في السفر رخصة ذكرها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بعد العزيمة، فبعد أن بين سبحانه وتعالى أن الصوم فرض وأنه واجب على أهل الإيمان، بين أنه يرخص للمريض والمسافر، فهذان عذران من الأعذار الموجبة للتخفيف في الصوم، على تفصيل في أحكام كل منهما. وهذان العذران الأول منهما قهري والثاني منهما اختياري، فالمرض أجارنا الله وإياكم منه هو عذر قهري يأتي للإنسان قهرا، يصيب الإنسان قهرا، وأما السفر فإنه باختيار الإنسان. وهذا مما جعل القرآن ينبه على الأصول التي تجمع المسائل المتفرعة عليها. والسفر تقدم معنا بيان حقيقته وأنه له ضابط، وبينا الدليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم في تحديد مسافة السفر، وأنها مسيرة اليوم والليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه المسيرة سفرا، فقال كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فوصف مسيرة اليوم والليلة بكونها سفرا. فنحن نسمي من قطع هذه المسافة نسميه مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسافرا، وما دون مسيرة اليوم والليلة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ فيها برخصة السفر، لأنه خرج دون مسافة اليوم والليلة ولم يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه كما بيناه. والتحديد بالعرف العبرة فيه ألا يوجد تحديد من الشرع، فإذا لم يوجد تحديد من الشرع ننتقل إلى التحديد بالعرف. ولما فهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا المعنى قال: يا أهل مكة، كما في الرواية الصحيحة عنه: يا أهل مكة لا تقصروا إلى الجموم ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه فهم هذا الفهم، ويؤكد هذا النظر الصحيح، فإن الإنسان إذا سار مسيرة اليوم والليلة وأراد الرجوع إلى أهله لم يدرك
أهله، لأنه إذا خرج إلى هذه المسافة لم يؤويه الليل عند أهله، وأما ما كان دون مسيرة اليوم فإنه يمكنه إذا مشى النهار أن يرجع فيدرك المبيت عند أهله. ومن هنا تترتب الأحكام الشرعية على السفر المعتبر شرعا، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وتحديد الفقهاء لهذه المسيرة ليس باجتهاد ولا محض رأي، وإنما هو مبني على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة يوم وليلة، فكان من حق الفقهاء والعلماء وأهل الاجتهاد أن ينظروا إلى سير الإبل ليلا ونهارا كم يكون. فإذا سارت الإبل ليلا أو نهارا فإنه يقارب ما بين 70 إلى 80 كيلو، فالإبل تسير في المرحلة ما يقارب 35 إلى 40 كيلو، فإذا سارت مرحلتين وهما مسيرة اليوم والليلة فإنها بالقدر الذي ذكرناه ما بين 70 إلى 80 كيلو. فإذا قيل مسيرة اليوم والليلة وهي 24 ساعة، أو قيل مسيرة نهارين أو مسيرة ليلتين، فالجميع بمعنى واحد. وبناء على ذلك إذا كان مسافرا إلى هذه المسافة فإنه يترخص برخص السفر من قصر الصلاة ويحل له الفطر في سفره. وهنا مسائل: المسألة الأولى، إذا كان الإنسان يريد السفر في رمضان فإنه لا يترخص برخصة السفر إلا إذا خرج، فلا تكفي النية للسفر في إباحة الفطر. فلو أن رجلا أراد الخروج إلى السفر المعتبر وهو في منزله ودخل عليه النهار فإنه لا يفطر وهو في بيته، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، أنه لا يترخص برخصة السفر وهو في منزله، بمعنى أن النية للسفر لا تكفي. وهذا مبني على دليل الكتاب والسنة والنظر، فإن دليل الكتاب في قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فلم يقل أو مسافرا، لأنه لما قال أو على سفر دل على أنه قد سار ومشى وفي حال السفر. قال بعض أئمة التفسير ولذلك قال الله أو على سفر ولم يقل مسافرا، ما قال فمن كان منكم مريضا أو مسافرا، لأنه إذا كان مسافرا أي على نية السفر. وأما التعبير بالاستعلاء يشعر بأنه قد سافر ومشى وهو في حال السفر، فيترخص برخصة الإفطار في سفره. وذهب بعض السلف رحمهم الله كأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وأرضاهما إلى الفطر ما دام أنه ناويا للسفر ولو كان في بيته، وفعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. وسأله محمد بن كعب القرظي سنة؟ قال نعم. فهذا إذا قال الصحابي سنة فالأصل أنه لا يقول سنة إلا في مقام الاحتجاج، ومقام الاحتجاج بالسنة الأصل فيه عند الصحابة أن ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه من السنة أن يفطر ولو كان عند أهله ما دام أنه على نية السفر. والمذهب الأول دليله الكتاب كما ذكرنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترخص بالفطر وهو مقيم في المدينة، وإنما أفطر بعد خروجه من المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصح عنه في حديث أنه أفطر وهو في أهله أو عند ركوبه لراحلته يريد السفر. وبناء على ذلك أخذ العلماء على أنه لا يترخص إلا بعد أن يتلبس بالسفر حقيقة.
ثانيا من جهة النظر أننا نظرنا إلى الشريعة فوجدناها لا يتلبس لا يحكم للإنسان بالرخصة إلا بعد التلبس بالسفر في السفر كما في الحج عن النبي صلى الله في حجه عليه الصلاة والسلام فإنه كان ناويا للحج وناويا للسفر إلى مكة وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنه نادى في الناس أنه سيحج ذلك العام فتأتوا إلى المدينة وامتلأت بهم سكك المدينة قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح صلى الظهر في المدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فالصلاة لم يترخص عليه الصلاة والسلام برخصها إلا بعد أن خرج فدل على أن الصوم لا يترخص برخصه إلا برخصته في السفر بالرخصة في الوتر منه في السفر إلا بعد أن يخرج المسافر وعليه فإنه يترجح مذهب الجمهور لكن لو أن الإنسان تأول حديث أنس وأبي سعيد الخدري فإنه لا ينكر عليه لأن له وجها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من سماحة الشريعة ويسرها لكن المنبغي على الإنسان أن يحتاط وأن يأخذ بالأسلم لدينه هذا بالنسبة لما يتعلق بمن نوى السفر المسألة الثانية هل الفطر في السفر واجب أو هو رخصة فالذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفطر في السفر رخصة من الرخص التي وسع الله بها على هذه الأمة وأن المسافر مخير إن شاء أفطر وإن شاء صام ولا حرج عليه في كلتا الحالتين والدليل على ذلك أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أجد قوة على الصوم في السفر أفأصوم في السفر فقال عليه الصلاة والسلام إنها رخصة فمن صام فمن أفطر فقد أحسن فمن أخذ بها فقد أحسن ومن صام فلا حرج عليه فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح ومن صام فلا حرج عليه نص في أنه يجوز للإنسان أن يصوم وأنه لا يجب عليه الفطر في السفر وأكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان ولم يفطر وبقي صائما حتى بلغ كراع الغميم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا في الصحيح ثم أفطر لما اشتد عليه الحال فهذا يدل على أن من صام في السفر فصومه صحيح وخالف في هذه المسألة بعض الظاهرية ويحكى عن داود الظاهري رحمة الله على الجميع أنهم قالوا يجب الفطر في السفر ويفهم من هذا ويفهم هذا من بعض الآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالفطر في السفر كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس على اختلاف في الروايات وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع وبناء عليه فإن هذه فأصحاب هذا القول يقولون يجب الفطر إذا سافر وإذا صام وهو مسافر فصومه غير صحيح عند هؤلاء واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح حديث جابر أنه رأى عليه الصلاة والسلام رجلا ورأى زحاما عليه فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا فقالوا إنه صائم فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر فدل على أنه ليس من الطاعة ولا من القربة لله أن يصوم الإنسان وهو مسافر فتمسكوا بهذا الحديث وكذلك أول الآية في قوله تعالى فعدة من أيام أخر وكذلك على قراءة النصب فعدة من أيام أخر
على أن الواجب هو العدة من الأيام الأخرى، وأن المسافر يقضي ولا يصوم، وهذا القول مرجوح والعلم عند الله، وقول الجمهور أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وفعل ذلك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. خرج من المدينة إلى ذي الحليفة ومن ذي الحليفة إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، وسار أكثر من 6 مراحل أو 7 مراحل، أي أكثر من 7 أيام وهو صائم، فدل على أن صوم المسافر صحيح. المسألة الثالثة، هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر؟ قال بعض العلماء وهم الجمهور إن الأفضل أن يصوم، لأنه هو الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ولم يفطر إلا لما شق عليه وعلى أصحابه، ولأن الإنسان إذا صام في السفر أبرأ ذمته، فإنه لا يضمن عمره ولا يضمن هل يبقى حتى يقضي أو لا يقضي، فيصيب الخير وفضل صيام رمضان تاما كاملا. فهؤلاء يقولون الأفضل الصوم، لأنه أكثر طاعة وأكثر قربة لله عز وجل. ثم منهم، وهو قول وجيه، من استثنى أن يصبح الإنسان في تعب أو نصب في السفر أو يصوم تنطعا فيجد المشقة والكلفة ولا يأخذ برخصة الله، فهذا يستثنونه ويقولون الأفضل فيه الفطر. ومنهم من يبقى على الأصل. القول الثاني يقول إن الأفضل أن الإنسان يفطر في صومه في السفر ولا يصوم، أنه يفطر ولا يصوم، وهذا وأصحاب هذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول طائفة من السلف. والإمام أحمد رحمه الله كان شديد الورع، وكان رحمه الله قد تأخر عن إخوانه من الأئمة واطلع على نصوص كثيرة وآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك تجد الروايات عنده أكثر من غيره، فتارة ينظر إلى الروايات المعارضة مثل مسألتنا فيجد فيها حديث ليس من البر الصيام في السفر، ويرى أن الأصل في السفر في الغالب أن فيه المشقة وأن الدين مبني على السماحة واليسر. ثم أيضا ما توارد عن الصحابة، أكثر من 5 أو 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شددوا في السفر، وأيضا يفهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر في السفر حينما بلغ كراع الغميم قال فلم يزل مفطرا حتى دخل مكة، فكأنه يرى، قال ابن عباس في هذا الحديث، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بهذا أن الأفضل أن يفطر. ولا شك أن من نظر إلى سماحة الدين ويسر الدين فهذا القول أقرب، وإذا أخذ الإنسان بالسلامة والاحتياط وكونه يصيب صيام رمضان تاما كاملا فالأول أقوى، وهو أقوى من ظاهر السنة كما ذكرناه. بناء على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى وسع على المريض وعلى المسافر، وفي هذا دليل على سماحة هذه الشريعة ويسرها، وأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، ولو أن الله فرض علينا الصيام في السفر لكنا مطيعين ممتثلين يحكم ولا معقب لحكمه، ولكنه سبحانه لطيف بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، فخفف عن المرضى وخفف عن المسافرين، وهذه من سمات الشريعة لأنها شريعة رحمة، وقد قال الله في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، وكلام الله وهذا على الإضمار، والإضمار في كلام الله جائز، وهو مثل قوله
قل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا أي فضرب فانفجرت منه 12 عينا وقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي فضرب فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فهذا على الإضمار أي فمن أفطر فعليه عدة من أيام أخر فيه دليل على مسائل المسألة الأولى أن من أفطر في رمضان بعذر المرض أو بعذر المرض الذي يرجى برؤه أو عذر السفر فإنه يقضي هذا اليوم الذي أفطره والقضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها وبناء على ذلك فإنه ينتظر حتى يخرج رمضان والله تعالى يقول فعدة من أيام أخر وهذا يدل على أن جميع أيام السنة بعد رمضان محل للقضاء لكن هذا الإطلاق جاء ما يقيده وجاء ما يخصص جاء هذا العموم جاء ما يخصصه بالنهي عن صيام يومي العيد فلا يقضي في يوم الفطر ولا يقضي في يوم الأضحى وفي حكمها أيام التشريق بالنسبة للصائم فهذه الأيام ليست محلا لقضاء رمضان وما سواها من سائر العام محلا للقضاء المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لم يلزمنا في قضاء رمضان أن نقضيه بعد رمضان مباشرة وإنما قال فعدة من أيام أخر ومن هنا يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء ولا يلزمه أن يصوم بعد نهاية رمضان ويوم العيد مباشرة لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحيح في صحيح مسلم ما يدل على أن القضاء واجب موسع ومن هنا قالت رضي الله عنها وأرضاها إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومن هنا قال العلماء قضاء رمضان واجب موسع لكن هذا الواجب الموسع بمعنى أنه يجوز لك أن تؤخر فلو أفطرت 5 أيام أنت مخير في تأخيرها ما لم يبقى من شعبان الذي قبل رمضان الذي يلي رمضان الذي يلي رمضان الذي أفطرت فيه بقدر الأيام وزيادة يوم الشك لأن يوم الشك يحتمل أن يكون من رمضان فإذا بقيت 6 أيام من شعبان صار القضاء مضيقا ويجب عليك أن تبادر بالقضاء ثم إذا جاء العذر في هذه 6 أيام فحينئذ تكون معذورا بترك الصيام وقضائه هذا العام وتقضيه بعده ثم هل عليك كفارة وهي ربع صاع عن كل يوم في قول الجمهور وهو أصل من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم أو لا قولان مشهوران لكن هذا الواجب موسع فإذا بقي من شعبان بقدر الأيام التي عليك من الصيام صار مضيقا إلا أن هناك أمرا ينبغي التنبيه عليه في الواجب الموسع فالواجب الموسع ينبغي على الصائم الذي على من أفطر أياما من رمضان أن ينوي أنه يريد القضاء فيعزم على القضاء ويكون في نيته أنه يريد القضاء ولا يترك هذه النية وبناء على ذلك يشترط العزم على القضاء وأما بالنسبة لهذه الأيام التي تقضيها وهي المسألة الثالثة لا يشترط تتابعها فإنك تقضيها متفرقة ومتتابعة وبناء على ذلك لو كان عليه 3 أيام جاز له أن يصوم يوما من ذي القعدة
ويوما من ذي الحجة ويوما من المحرم، ولا حرج عليه في ذلك، لأن الله لم يلزم بالتتابع فيها. والقراءة فعدة من أيام أخرى متتابعات، فسقطت متتابعات في رواية الدارقطني، قال الدارقطني فسقطت يعني نسخت، فنسخ الأمر بالتتابع. وبناء على ذلك مذهب جماهير السلف والخلف على أنه لا يشترط التتابع. المسألة الرابعة أن هذا القضاء الذي تقضيه بعد خروج رمضان هو اليوم فيه ينزل منزلة اليوم من رمضان، فصيامه فرض وواجب، والمراد بذلك أنك لا تملك الفطر فيه اختيارا، فمن صام في القضاء لا يفطر إلا من عذر، لأنه يأخذ حكم يوم رمضان، وبناء عليه فالقضاء يحكي الأداء، والبدل يأخذ حكم مبدله. فلما كان يوم رمضان واجبا كذلك هذا اليوم واجب، لكن لو أنه أفطر فيه من دون عذر فإنه يأثم. وهل تجب عليه الكفارة؟ قال بعض العلماء إذا جامع فيه وجبت عليه الكفارة المغلظة كما لو جامع في رمضان، والأكثرون على أنه لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان بعينه. ولذلك قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فقالوا إن هذا خاص برمضان، ولأن لرمضان حرمة ليست لغيره، لكن ينبغي الاحتياط، وينبغي للمسلم أن يعطي هذا اليوم حقه وأن يراعي حرمته، فإنه قضاء لرمضان. ولو أفسد هذا اليوم فأكل أو شرب فيه فإنه يقضيه. هل يقضيه يومين أو يوما؟ قال بعض العلماء يقضيه يومين، لأنه في الأصل يلزمه رمضان، ثم هذا اليوم لزمه قضاء، فلما أفطر فيه لزمه يوم ثاني، وهذا مرجوح. والأقوى أنه يلزمه قضاء يوم واحد ولا يلزمه أكثر من ذلك اليوم. وهذا القضاء الذي هو عدة من أيام أخر فيه توسعة من الله سبحانه وتعالى على عباده، فالسنة حينما جعل القرآن هذه العدة شاملة لجميع أيام السنة، ثانيا أنها صارت موسعة بتوسيع الله كما في حديث أم المؤمنين عائشة، وبناء على ذلك هذا القضاء لا يكون الإنسان فيه مفرطا بحق الصوم كما ذكرنا لحرمة هذا اليوم. وإذا أفطر فيه كما ذكرنا قال بعض العلماء إنه يلزمه إطعام مد إذا كان فطره بغير الجماع كالأكل والشرب، ولكن الظاهر يدل على أنه لا يلزمه شيء من ذلك. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض عليه عدة من أيام أخر إذا زال مرضه، وأما إذا لم يزل وكان مرضه مرضا، مثلا لو أنه مرض ثم مات في المرض الذي أفطر فيه فإنه لا يلزمه قضاء ولا يلزمه إطعام. إذا مرض ثم مات في نفس المرض الذي أفطر فيه. وكذلك أيضا لو أن مسافرا خرج لعمرة وكان صائما في رمضان ثم أفطر في يومه ثم صار عليه حادث فمات، فإنه لا يلزم ورثته إطعام، وكذلك أيضا لا يصام عنه، لأن رمضان لا يصوم فيه أحد عن أحد، وإنما يصوم الحي عن الميت في صوم النذر، هو الذي وردت به السنة كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية امرأة أنه مات، في رواية قيل أنه سعد رضي الله عنه سأله عن أمه التي ماتت وعليها صوم نذر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم عنه،
وهذا مقيد بصوم النذر. والأصل في العبادات البدنية أن لا يقوم بها أحد عن أحد، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لأنها عبادات بدنية محضة. والعبادات التي أركان الإسلام منها ما هو بدني محض، ومنها ما هو مالي محض، ومنها ما جمع بين المال والبدن، فهو مالي من وجه وبدني من وجه. فالصلاة بدنية محضة، عبادة بدنية محضة، والصوم عبادة بدنية محضة. وبناء على ذلك هذان النوعان لا يقوم فيهما أحد عن أحد، لأن الله فرض الصوم والصلاة على الشخص بعينه، ولذلك يسمونها فروض الأعيان. فمقصود الشرع أن يقوم العبد وتقوم الأمة بفعل العبادة بعينها، نفس المكلف ونفس المكلفة، ولذلك لا يقوم غيره مقامه. فهذا هو مقصود الشرع. وهناك عبادة مالية محضة كالزكاة، إنها مالية محضة، يجوز أن يزكي عن غيره وأن يتوكل أن يكون وكيلا عنه في إخراج الزكاة. والأمر الثالث العبادة الجامعة ما بين البدن والمال كالحج، فالحج بدني من وجه ومالي من وجه، يجمع ما بين عبادة المال وعبادة البدن، ولذلك الشرط فيه الزاد والقدرة على أدائه. وبناء على ذلك هذا النوع تدخله النيابة، لأن الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها، وكذلك فأذن لها، وكذلك أبو رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمر. فهذا أذن فيه الشرع. وكذلك حديث لبيك عن شبرمة، حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، قال: ومن شؤما شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عمي مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأذن في هذه العبادة التي هي الحج والعمرة أن يقوم الغير مقام الميت أو العاجز، على تفصيل هل هذا خاص بالفرض أو يشمل الفرض والنافلة، وسيأتي بيانه إن شاء الله في أحكام المناسك. الحاصل أن الصوم عبادة بدنية، فلما جاءت السنة في صوم النذر قالوا هذا خاص، فيبقى الأصل العام ونخص منه ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن، وهو صوم النذر. فلو مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، ومنهم من عمم فأخذ بإطلاق بعموم الرواية من صام من مات وعليه صوم، ومنهم من أطلق وقال من مات عليه صوم صام عنه وليه، لكن نقول هذه الرواية المطلقة مقيدة بالرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد. قال سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، إذا بقي من شعبان على قدر الأيام التي أفطرها الصائم فإنه يقضي. وفي هذا أيضا دليل على أن هذه العدة من الأيام إذا صامها المسلم كان كأنه صام في رمضان، وبناء على ذلك سواء كان عذره قهري كالحائض أو كان عذره اختياري كالمريض. وبناء على ذلك فلو أنه أراد أن يصوم ستا من شوال قبل القضاء، أو أراد أن يصوم يوم عرفة، أو يصوم الأيام الفاضلة، جاز له أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض، لأن الوقت موسع في الفرض، وإنما يمتنع التنفل وفي ذمتك الفرض إذا ضاق الوقت. ولذلك يؤذن لصلاة الظهر فتقوم وتصلي النافلة سنة الظهر القبلية وأنت مخاطب بالفرض. وهكذا هنا إذا خرج رمضان فعليك عدة من أيام أخر، وهذا شامل لجميع أيام السنة. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم
قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أخذا بالظاهر وأنه لا بد أن يكون قد صام رمضان، نقول لو كان الأمر كذلك إذن النفساء لا تستطيع أن تصوم رمضان، فإذا خرج عليها رمضان لا تجلس ربما 30 يوما فتستغرق شهر رمضان بكامل. وبناء على ذلك نقول إنها إذا صامت شهرا بدل رمضان ثم صامت ستا ولو قبل القضاء فإن هذا يكون فيه حكمه حكم من صام داخل رمضان. ولذلك لو أخذ بظاهر من صام رمضان على أنه يصوم ما دخل النساء الحيض، لأن المرأة الحائض لابد أن تفطر في رمضان. إذن من صام رمضان ليس المراد به أنه على الحقيقة لابد أن يكون قد صام 30 يوما، وبناء عليه لا نلزمه بالقضاء قبل صوم 6، وهذا هو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله، لأن الله وسع في القضاء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم، عائشة رضي الله عنها تقول إن كان يكون علي الصوم من رمضان وهذا ثابت عنها في الصحيح فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أثبتت أنها ما قضت رمضان إلا في شعبان، فهل معنى هذا أنها كانت تترك صيام العاشوراء وكانت تترك صيام الأيام الفاضلة؟ الجواب لا، وإنما فهمت أنها موسع، أنه وسع عليها، وإذا كان الواجب موسعا فلا بأس أن يتنفل. إنما المحظور أن يتنفل الإنسان ووقت الواجب ضيق، بحيث إنه لو اشتغل بالنافلة ضاعت عليه الفريضة، أما إذا كانت لا تضيع والشرع قد وسع فكما ذكرنا فيجوز له أن يصوم 6 من شوال وهو لم يصم لم يقضي رمضان. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان وعلى الذين يطيقونه، هل تطيقون أن تجلسوا تكملون الدرس ولا أخشى أن أشق على الإخوان، لكن إن شاء الله نكملها لله في الدرس القادم. شوف الناس صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالص لوجهه الكريم موجب الإخوان. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وأحسن الله إليك وإلى والديك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل من كلمة لاغتنام هذه الساعات المباركات في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار؟ بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاغتنام رمضان، اغتنام أيامه ولياليه وساعاته ودقائقه وثوانيه نعمة عظيمة من الله يوفق لها الصالحون البررة المتقون الذين هم عارفون بقدر هذا الشهر وحقه وحقوقه، جعلنا الله وإياكم منهم. وصايا بأمور يجمعها أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، الوصية بتقوى الله، وثانيا الحرص على الدعاء، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في هذا الشهر، تجتهد في مضان الإجابة، أن يوفقك الله في هذا الشهر وأن يعطيك أفضل ما أعطى عبدا صام وقام، فإن الله سبحانه يعطي عبده سؤله، ومن سأل الله ورجى الله فإنه لا يخيب في سؤاله ورجائه. فاسأل الله من قلبك أن تكون أسعد عباد الله بربك، سل الله ذلك، واحرص على الدعاء بين الأذان والإقامة في الأسحار وفي السجود وعند فطرك من صومك، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صيامك صيام الخاشعين الخاضعين الموفقين المتقين المقبولين، وأن يجعل ويرزقك قيام رمضان على الوجه الذي يرضيه. الأمر الثاني، خير ما يوصى به الإنسان في رمضان
أن يكون في أفضل الأحوال وأتمها في جميع العبادات. وأول شيء تبدأ به الصلاة، تبدأ بصلاتك، فأنت في موسم خير، وشهر اختاره الله من بين الشهور فشرفه وكرمه وجعله محلا لمغفراته ورحماته التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فتحرص كل الحرص على أن هذه الصلاة لا يؤذن الأذان إلا وأنت في المسجد، بمعنى أن صلاتك في رمضان أتم وأكمل وأعظم، حتى تستطيع بعد رمضان أن تحافظ على الصلاة وتستمر، لأن رمضان هو موسم العبادة. ولذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم يعتكف في غيره، وحرص على الاعتكاف فيه. فإذا إذا أذن المؤذن لا يؤذن إلا وأنت في المسجد. إذا أردت أن تصل إلى ما هو أعلى وأسمى، تجمع، تكون مرابطا، تنتظر الصلاة بعد الصلاة، ولا يمر عليك رمضان كله ولم تصب كمالا في صلاتك. من أعظم الغبن أن الإنسان يمر عليه شهر الصيام والقيام ولم يصب فيه رحمة الله على التمام والكمال. تحرص كل الحرص على أنك تأتي الصلاة حين ينادى عليها وأنت في المسجد. ثم إذا أذن المؤذن تصلي ما شاء الله، سواء من سنن راتبة قبلية أو ما بين الأذان والإقامة من السنن المطلقة، ثم تتفرغ لسؤال الله من فضله، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فكيف إذا كنت صائما لله عز وجل؟ وكيف إذا كنت ضمئ الأحشاء خاوي الأمعاء لربك؟ فأنت أقرب ما تكون إلى الله، هذا موسم عبادة لا تغفل مع الغافلين طيلة السنة، وأنت تتمنى أن تصلي بخشوع وخضوع، وأن تحرص على الصلاة على أتم وجه وأكمل وجه. فهذا رمضان فرصة، وخاصة إذا كان الإنسان ليس عنده شغل أو ما يمنعه مما ذكرنا من الكمالات. إذا كنت مشغولا ولا تستطيع أن تحضر على الأذان في ثلاث صلوات، فاحرص في الصلاتين الباقيتين على أن لا يؤذن إلا وأنت في المسجد. تري الله من نفسك في هذا اليوم الإقبال على رحمته وسؤال الله العفو والعافية، تفوز بأمرين: غفرانا لما مضى، وحسن عاقبة فيما بقي. فكم من موفق حرص على الصلوات في هذا الشهر. الصلاة واجبة في جميع الشهور، والحرص على الصلاة ينبغي أن يكون في جميع الشهور، لكن حينما تكون في موسم، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. إذا كنت في موسم تصفد فيه الشياطين، تغلق فيها أبواب النار وتفتح فيها أبواب الجنة، فالأمر يختلف. وعيب على الإنسان أن تمر عليه السنة كاملة لا يأتي الصلاة إلا عن دبر، وعيب عليه إلا إذا كان معذورا، عيب عليه لا يأتي إلا في الركعة الأخيرة، ولا يأتي إلا في السجدة الأخيرة. وأعظم عيب أنه يفعل ذلك ولا يحس أنه قد فاته الخير. مصيبتان، والمصيبة الثانية أعظم من الأولى. تحرص كل الحرص على أن تكون في شهر رمضان أسبق الناس إلى ربك، وأعجل الناس إلى طاعة مولاك، تتملقه، تسأله. أنت مقدم على حياة لا تدري ما الذي أمامك من المصائب والمصاعب والمتاعب، فتسأل الله أن يلطف بك فيما بقي من عمرك، وتسأل الله أن يصلحك، وتسأل الله أن يدخلك في الصالحين، وتسأل الله من عظيم من فضله الواسع. فإن الله واسع العطاء، واسع المن والجود والرحمة بخلقه، ما جعل رمضان إلا من أجل أن يرحم خلقه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. ما فتحت إلا من أجل أن يرحم العباد. فاسترحم ربك فإنه أرحم الراحمين، واستغفر ربك فإنه خير الغافرين. ثانيا، تحرص على جميع الأمور التي بينك وبين الله على أن تؤديها بالكمال تبعا للصلاة. فإذا صمت تحرص كل الحرص على أن يكون صيامك على أتم الوجوه وأكملها،
ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله إذا دخل عليهم رمضان فروا إلى المساجد وقالوا نسلم ويسلم الناس منا، فتسلم من الغيبة من النميمة وتؤوي إلى بيوت الله. لكن الحذر، الحذر إذا جئت إلى بيوت الله فتجلس تقضي وقتك بالقيل والقال مع فلان وعلان، ولربما يشوش ذلك على المصلين والراكعين، فهذه مصيبة عظيمة. إذا دخلت بيوت الله عظمتها حق تعظيمها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تشتغل بالذكر والشكر والإنابة، فإما قائما تصلي وإما ساجدا بين يدي ربك ترجو رحمته، وإما تاليا للقرآن وإما مستغفرا، تحرص كل الحرص على هذه الفضائل والنواعي. الأمر الثاني فيما بينك وبين العباد، تحرص كل الحرص فيما بينك وبين العباد على أن تكون في رمضان مختلفا عن بقية الشهور. فأنت في رمضان أبر الناس بوالديك أحياء وأمواتا، فلا يمر عليك يوم ووالداك ميتين إلا استرحمت ربك وسألته وأنت صائم خاوي الأعشاء أن يرحمهما، وناديته استجابة لأمره لك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تستغفر لوالديك في قبريهما، تستغفر لوالديك في البرزخ، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمهما وأن يلطف بهما وأن يرحمهما وأن يغفر ذنبهما وأن يتولاهما بالحسنى في أمورهما. كذلك أيضا تسأل الله لوالديك أحياء حسن الخاتمة، هذا من البر بالقول. ثم تنتقل إلى البر بالعمل من الصدق عن الوالدين وطلب رحمة الله سبحانه وتعالى لهما. كذلك أيضا إذا كان أحياء تجد وتجتهد في بر الوالدين في رمضان، فلا تعلم أن الوالد أو الوالدة يحتاجان إلى أمر إلا سبقت إلى ذلك الأمر وشمرت عن ساعد الجد أن تنافس إخوانك وأخواتك في قضاء حوائج الوالدين وبر الوالدين. لا يسبقك أحد وأنت صائم لله في برك لوالديك، وتحس بالغبن لو قضى أخوك حاجة أبيك وأمك من دونك. هذا من أعظم التوفيق للعبد. تحرص على صلة الرحم، على إحسانك لأولادك في رمضان، فتيسر عليهما وتعينهما على طاعة الله ولا تضيق عليهما وتدخل السرور عليهم. كذلك أيضا بالنسبة للقرابة تصلهم وتبلها ببلالها، ومن كان قاطعا لك أرسلت السلام، فإن رده فالحمد لله، وإن لم يرده فوصلت وقطع وأنت سالم من قطيعته. تحرص كل الحرص في رمضان على الخير، ثم وراء ذلك الإحسان إلى المسلمين والصدقة والتيسير على المعسرين وقضاء ديون المعسرين والشفاعة في جميع ذلك. هذا كله مما يحرص عليه الإنسان في هذا الشهر الكريم حتى يصيب رحمة ربه. اللهم إنك أرحم بعبادك وألطف بخلقك. اللهم دخل علينا شهر الرحمة، اللهم دخل علينا هذا الشهر الذي جعلته لموائد رحمتك، اللهم فارحمنا فيه أتم الرحمة وأشملها وأعمها وأخصها. اللهم ارحمنا رحمة لا عذاب بعدها، وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم نشكو إليك عظيم تقصيرنا ونسألك الإحسان فيما بقي من أعمارنا. اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ما مضى وتب علينا في من قضى. اللهم أحسن لنا فيما بقي، اللهم اجعلنا من السعداء، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا خير الغافرين اغفر لنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر مجلسنا ومن غاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجعلنا من عبادك المتقين، واحشرنا في زمرة الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم نعوذ بك من سوء الختام، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بوجهك من سوء الخاتمة. اللهم اختم لنا خاتمة السعداء، وارزقنا ميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء. يا سميع الدعاء، سبحان ربك
ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.